الرحيم. السلام عليكم. نحن الآن في كما نلاحظوا منبع مائي بجبال بوخضرة بجوار جبل الحوض، بالضبط في الزويتين. هنا نشوفوا هذه عين الزويتين يقولوا لها. هنا كان معقل الثوار. هذه المنطقة كانت منطقة محرمة، محرمة يعني ممنوعة على فرنسا باش تدخلها، لأنها كانت معقل المجاهدين. هذه أرضنا ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما نسلموش فيها حتى النصر وإلى الاستشهاد. يا إخواني سادات وداعوا، راهي الخوا يا خوا حقيقة راح نتفرق، وكلكم عالمين علاش راح نتفرق، لأن عندنا قضية مهمة اللي تطلب من كل واحد منا الشجاعة وروح تضحية. ولكن كاينين الناس اللي ما لازمناش ننساهم أبدا، هاد الناس هما الشهداء الأبرار الخالدون. هيا اقعد جيل هكذاك، عاود انت هيا عمر احكي مليح، خضرها مليح، شوف القدام اقعد جيل من هيك اخسره، فهمتوا؟ دائما تكون دائما ضربة من قدام. للوطن نبيع كل انفسنا.